جديدة من ضفاف على شاشة العربي 2. أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام. نترافق اليوم أنا ورشيد. تحية لك رشيد. تحية لك ألاء، وأهلا بكم مشاهدينا. الموعد يتجدد في ضفاف، نواكب كالعادة مواضيع ثقافية وأدبية وفنية على امتداد الوطن العربي، ونغطي أحداثا ثقافية عالمية. والبداية بالعناوين. ختام فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي بالرباط، وفي ضفاف نناقش واقع الكوميديا في المغرب. الصيف 2 ومجموعة الصيف، معارض فنية بالدوحة مع نهاية الموسم الثقافي. الفنانة اللبنانية أميمة الخليل تلتقي جمهورها في مسرح مترو المدينة ببيروت. ونبدأ ضفاف من الرباط، من العاصمة المغربية، حيث اختتمت هناك أمس الأربعاء فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي. المهرجان رشيد شهد مشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة تمثل 13 دولة. كذلك شهد المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي تنظيم عدة دورات وورش وماستر كلاس في إنتاج الفيلم الكوميدي. الدورة راهنت على تعزيز مكانة الكوميديا كجزء لا يتجزأ من المشهد السينمائي بالمغرب والعالم، متخذة مبدأ أن الكوميديا قد تفيد في لفت الانتباه إلى قضايا معقدة في علاقات الأشخاص والمجتمعات بكل تأكيد. نعم، على كل حال نشاهد التقرير. نشاهد. الخمسة ديال المهرجان ديالنا غابة كوميدي، وبطبيعة الحال جبنا الجديد اليوم كيتجلى في أكثر أفلام في الصنفين اللي كتسابق، الصنف ديال الفيلم الطويل والصنف ديال الفيلم القصير، وأيضا تنوع ديال الأفلام اللي جايين من 13 دولة. وعندنا ايضا الجديد في مجال التكوين المهني، نقولوا الايام المهنيه اللي غادي ننظموا فيها واحد الورشه ديال كتابه السيناريو ديال الكوميديا. جيد، لان مهم جدا السيناريو اولا، نص جيد، كتابه جيده، فريق عمل جيد، مخرج جيد، ممثلين ممثلات جيدات، دونك يعني الحلقه يعني خاص تكون واحد لاشين، سلسله كامله لانجاح العمل كيف ما كان العمل، سواء درامي او كوميدي. Es ist extrem wichtig, dass ich die Mittelstadt komme. Sag mal, wie sollen wir so zusammen schaffen? Ja, die Vorzeit von mir ist ein Nachhinein, ich kann es schon wieder, ich weiß nicht, und wenn man mit dem Zukunft ولعل الدوره ديال الخامسه ديال المهرجان، اكيد غادي اللجنه المنظمه غتكون عندها واحد حس بناء، ان الى بغينا نقولوا حس اللي هو تراكمي من بعد الدورات الخمس، ولات كتعرف كيفاش تنتقي الافلام وكيفاش تخلق واحد جمهور اللي خاص بالمهرجان. Ich
حال مسيرة الكوميديا في المغرب قديمة، يعني نتحدث عن من الحلقة إلى الفكاهة أو الكوميديا المقدمة حاليا. تطورت الكوميديا في المغرب بشكل كبير في المسرح والتلفزيون ثم في عالم السينما. نعم رشيد، ويقسم المهتمون فن الكوميديا المغربية في المجمل إلى صنفين رئيسيين، الأول كوميديا الموقف أو السيتكوم، أما الصنف الثاني المتداول هو كوميديا الفرد أو ما يسمى بالوان مان شو. وأيضا الكوميديا في المغرب انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لسهولة نقل الرسالة وعدم الحاجة إلى إمكانات مادية كبيرة وجهات إنتاجية. لكن هل هناك فرق بين الكوميديا والفكاهة؟ هل الهدف فقط إضحاك الجمهور أم أنها الوسيلة الأنسب لإيصال الرسالة إلى المتلقي؟ بالفعل هذه الأسئلة لن نجيب عليها نحن أنا وأنت، لكن سنستضيف من الدار البيضاء الفنان الكوميدي محمد باسو ليجيب عليها. أستاذ محمد باسو مرحبا بك معنا. يعني السلام عليكم. مرحبا. يا مرحب بك. يعني من كوميديا الراحل عبد الرحيم التونسي أو كما يعرف عبد الرؤوف حتى الآن، ما الذي تغير برأيك في هذا الفن بالمغرب؟ أولا السلام عليكم، نشكركم على الالتفات للفنان المغربي وبشخص محمد باسو. شكرا للسي رشيد للألاء. ما تغير؟ يعني تغيرت العديد من الأمور، أولها تغير المجتمع المغربي، تغيرت الأجيال، وبالتالي يتغير معها الخطاب الكوميدي، ويتغير معها يعني حتى طريقة تناول الكوميدي المواضيع، فهي تتغير. يجب دائما البحث عن ما هو مستجد، عن ما هو آني داخل المجتمع، يجب مواكبة الأحداث كي يبقى كما نقول بالعامية أجوغ، يمكن يكون زعما الفنان يكون يمشي مع عجلة التقدم والتطور داخل المجتمع، سياسيا اجتماعيا اقتصاديا إلى غير ذلك. والملفت للانتباه مثلا أننا بالرجوع إلى كوميديا السبعينات أو الثمانينات نجد أن بعضا من مواقفها الكوميديا لم تعد تضحك هذا الجيل اليوم، جيل 2024، لأن العديد من الأمور تغيرت داخل المشهد سواء الاجتماعي ولا حتى الخطاب الكوميدي في المغرب. طيب يعني الفنان محمد باسو، أنت على جانب آخر أيضا يعني تخصصت أو ناقشت منذ أشهر رسالة دكتوراه في الأدب الإنجليزي، وطرحت موضوع نعم. بحث عن تطور الكوميديا بين الولايات المتحدة والمغرب، إلى ماذا خلص هذا البحث أو هذه الدراسة؟ هذه المقارنة أولا ليست مقارنة الجمالية أو الأيستيتكس داخل أو بين هذا النوعين أو هذا الصنفين من الكوميديا. الغرض هو البحث والغوص في لغات الكوميديا بشكل عام، يعني الكوميديا العالمية بشكل عام، وبالتالي نجد أن الكوميديين سواء كانوا مغاربة أو أجانب أو أمريكيين يلجأون إلى نفس الميكانيزمات ونفس طرق الاشتغال عندما يأخذون اللغة ويحورونها ويضيفون مبالغات كثيرة داخل تلك اللغة، ويلعبون على ما يسمى بالسوربرايز، بعنصر المفاجأة أو البانش لاين، كلها يعني نفس عندما نتحدث عن القالب الكوميدي فهو نفسه. الفوارق التي قد تكون بين المغرب ومنطقة أخرى هي الأبعاد، سواء الشق الاجتماعي والسياسي، طريقة التناول، نسبة الحرية في الاشتغال، الخطوط الحمراء، الخطوط إلى غير ذلك. هذه فوارق يعني obvious، يمكن لأي حد أحد أن يشاهدها أو يلمسها داخل هذا في هذا الصنفين من الكوميديا. أما طريقة اشتغال الكوميديين فهي نفسها، يلزقون إلى نفس القالب الكوميدي أو ما نسميه يعني نفس اللولب لإخراج النص الكوميدي من اللغة. يعني دعنا نفهم منك محمد، واضح أنك تستطيع أن تلتقط عمليا اللغة التي يجب أن يتحدث بها الكوميديان بغض النظر مع من يتحدث، والشيء الآخر أنك يعني مطلع أكاديميا من خلال رسالة الدكتوراه على الأساليب الأخرى. هنا أود السؤال، أسلوب مخاطبة الأجيال وكما تحدثت يعني يتغير ولا بد من مواكبته. نعم. هل توصلت إلى يعني أسميها مفاتيح التأثير في جيل الشباب بالمغرب؟
قد نقول أن كثرة البحث وكثرة الغوص داخل المجتمع تعطيك هذه المفاتيح، هي مفاتيح دائما تتجدد. المفاتيح اليوم قد تتغير غدا، قد تتغير من منطقة إلى منطقة. الأسلوب الذي نخاطب به مثلا أهل الجنوب ليس نفس الأسلوب الذي نخاطب به أهل الشمال، وبالتالي وجب على الكوميدي أن يكون مطلعا ثقافيا واجتماعيا على كل ما ما ما, ما يعني نقول القاعدة الأولى مثلا هي know your public، يعني يجب أن تعرف ذاك الجمهور الذي أنت تخاطبه. والجمهور يتغير، يعني سبحان الله نفسية الشخص قد تكون اليوم في شأن وغدا تصبح في شأن، وبالتالي وجب عليك أنت ككوميدي كذلك أن تواكب هذه الأمور. المغربي في هذه الشهر أو شهرين ليس هو المغربي اليوم، صحيح، بعيد الأضحى، المصروف، الضغوطات الاجتماعية إلى غير ذلك، الأسعار. وجب على الكوميدي كذلك أن يواكب ليس فقط لغة الجمهور بل حتى نفسيته، ظروفه الاجتماعية والاقتصادية. لن تقنع جمهورا مغربيا مثلا على صنف معين من الكوميديا في ظل إكراهات يعيشها في ذاك الظرف. بالتالي وجب عليك أنت ككوميدي أن تجتهد وتبحث عن تلك المفاتيح. لماذا قلت هذا؟ لأن تلك المفاتيح، أنت قلت لي هل وجدت المفاتيح؟ أقول لك أن تلك المفاتيح هي دائمة التغير، شأنها شأن الكون، يصبح هنا ثم نجده في منطقة أخرى، وبالتالي يجب أن تكون مطلعا بالشكل الدقيق كي تحترم ذاك الجمهور، يعني مطلعا ومنخرطا في ذات الوقت، يعني بالقضايا الشبابية. يعني دعنا نسألك عن هذه المفاتيح من جديد محمد، أو دعنا نناديك بدكتور محمد أيضا. هل ترى أن إيصال الرسالة إلى الجمهور سيكون أكثر قربا أو تأثيرا ربما من خلال الكوميديا؟ يعني كيف رصدت أثر الكوميديا في إيصال الرسالة؟ صحيح، يعني الخطاب الكوميدي هو خطاب قوي، سواء عندما يكون الكوميدي فوق الخشبة، عندما يستغل الفنان نجد مثلا الأستاذ وحتى الشخص السياسي عندما يستعمل الكوميديا في خطابه فيكون أكثر مؤثران، سواء في الخصوم أو في تعاطف الجمهور. الكوميديا خطاب قوي لأنه أولا يكسبك تعاطف، لأن الناس محتاجة للتسلية دائما. النفس الإنسانية تواقع إلى الترفيه، الإنسان بطابعه خلق أو فطريا خلق وهو محب للفكاهة، وبالتالي أي إشارة فكاهية أو إشارة إلى تفكيه والتفكيه والمرح فهي تجذب الإنسان وتتوق لها النفوس ويميل لها الإنسان، وبالتالي كلما كان الخطاب فكاهيا كلما أثر. فقط وجب أن لا يسقط الإنسان في الشعبوية، ووجب أن لا يستغل فقط أنصاف الفرص كي ينقض على مواضيع التي قد يعني تجر له شعبوية أكثر مما تعطيه يعني أصالة في طريقة تناوله المواضيع. يعني فالكوميديا خطاب قوي. يعني جيد أنك ذهبت إلى هذا المكان، أن لا يدخل الكوميديا أو أن لا يذهب إلى المنطقة الشعبوية وبالتالي تقوده ربما إلى السطحية. وهنا ربما سؤالي أيضا متعلق بالمفاتيح، يعني تحدثت أنك كلما وجدت مفتاحا على المفاتيح سيد رافيد. لا لا، لكن المفاتيح لا تصبح صالحة، أحيانا المفاتيح لا تصبح صالحة، وبالتالي نلجأ لأشكال أخرى لإيجاد أبواب أخرى ومفاتيح أخرى، ومن هنا ربما سؤالي. لأنك أنا فقط أعجبتني كلمة المفاتيح وأردت الإشارة إليها، يعني أنت أشرت إليها وأنا وزميلتي ربما تمسكنا بها. يعني نتحدث عن الرسالة والتأثير، وجب على الصحفي أن يلتقط الكلمات التي قد صحيح بدون شك. نتحدث عن الرسالة والتأثير في الجمهور، لديك تجربة ناجحة ببث حلقات عبر حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو باب جديد ومفاتيح أخرى جديدة من خلال سلسلتي ناطق غير رسمي وسلكالة. ليس لماذا توجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سؤالي هل يعني فرض عليك هذا الاختيار أن تذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأن هناك جمهور عريض، وما هي شروط عملية تقديم الكوميديا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ جميل، الحسن الحظ والحسن الفنان والمشتغل في المجال الفني اليوم أن له يعني مفاتيح عديدة، ومن بين هذه المفاتيح هي هو مفتاح السوشيال ميديا التي أعطتنا الفرصة للاشتغال أكثر على مواضيع لم يسمح لنا، ليس لم يسمح ولكن
يعني الظروف التي فرضها تناول مواضيع داخل التلفزيون مختلفة على 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 نظيرتها في السوشيال ميديا، وبالتالي يجد الفنان مساحة أكثر يشتغل بأدواته الشخصية. يعني عندما تشتغل في السوشيال ميديا ليس هناك مخرج أو إدارة أو إدارة إنتاج أو تلفزيون أو دفتر تحملات يفرض عليك أن تشتغل بالنص الفلاني وبالميكانيزمات الفلانية والديكور الفلاني، أنت من يختار جميع الآليات، أنت من يفرضها. وبالتالي أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، يعني أن الكوميدي ليس في حاجة إلى الحرية وحدها فقط، بل هو محتاج أنه إلى الكثير من الوقت. التلفزيون لا يعطيك ذاك الوقت الكثير كي تشتغل على النصوص وعلى الديكورات وعلى حتى اختيار من أنت ستشتغل معهم، ليست متاحة في التلفزيون، لأنك أنت فقط مجرد فنان يتم المنادات عليه لتتقمص دورا معينا داخل سلسلة أو داخل سيتكوم، وتأتي بعض الأحيان يعني غير مستعد نفسيا، أو حتى إدارة الممثل قد تكون أو لا تكون، بالتالي كما نقول بالعامية المغربية غير جاي وصافي. نعم، يعني على ذكر العامية المغربية فنان محمد، ألا تفكر أن تخرج من إطار المغربية وأن تتحدث بلغة قد تصل لجمهور أوسع عربيا، خصوصا أن السوشيال ميديا هناك جمهور أوسع عمليا؟ صحيح، الحمد لله اليوم يعني الفنان المغربي مثلا المغني استطاع بأغنيته اليوم أن يصل الجمهور في الوطن العربي وشمال إفريقيا إلى غير ذلك. اليوم باستطاعة الكوميديا المغربية أن تصل إلى أقطاب أخرى داخل العالم العربي، يكفي فقط أن 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 يعني الحمد لله الدارجة المغربية مشات كتفهم مع الوقت، المصريين اللبنانيين القطريين الإماراتيين، وأنا عشت تجارب يعني بدأوا يفهموا اللغة المغربية، لأن الثقافة المغربية اليوم واجدة يعني حاضرة في كل مكان. أعتقد أن باستطاعة الكوميدي المغربي يوما ما أن يصل إلى النجومية داخل عالم أوسع عربي شامل أكثر مما هو عليه اليوم، لأنه يشتغل فقط من طنجة القويرة مع الجمهور المغربي الذي يفهم دارجته. وبالتالي مع تطوير الآليات وطرق الاشتغال يوما ما سنصل إلى النجومية على نتمنى العربي. نتمنى لك ذلك محمد باس، ونتمنى أن تجد مفتاح يفتح لك أبواب السينما أيضا لنراك في أفلام سينمائية. شكرا جزيلا لك من الرباط، شكرا. الفنان الكوميدي المغربي محمد باسو، شكرا. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا نتواصل معكم في محطات ضفاف بعد وقفة قصيرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يشارك 77 فنانا تشكيليا من مواطنين ومقيمين في المعرض الموسوم بالصيف 2 بمقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية بالدوحة. المعرض غلب عليه الأسلوب الواقعي بالإضافة إلى بقية الأساليب الفنية التي كان لها أيضا حظ وافر في عدد من الأعمال الفنية من تجريد وما يسمى ميكس ميديا. هذا المعرض ينظم للمرة الثانية، حيث يجمع الفنانين الأعضاء في الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ويقدم مجموعة من أبرز الأعمال التي أبدعها الفنانون طوال هذا العام. نتابع بعض اللقطات وأيضا مقابلات مع بعض المشاركين. تناولت في هذا المعرض موضوع البورتري، واستخدمت أو إن اخترت البشرة السمراء وحاولت أبين تفاصيل البشرة. والموضوع يعني العميق في هذا اللوحة نظرة الفتاة للأمام، كأنها تربط بين أحداث صارت في الماضي وتشوفها في الحاضر وتربطها بالمستقبل.
هو موضوع سيراميك حديث يعني، ويعني مختزل الموضوع يعني، هو زي أبنية اتدمرت فباقي منها بعض الجدران، طبعا بأسلوب يعني طرحته بأسلوب حديث يعني. ما في علاقة بالتاريخ أو التراث لأنه هو يعني أسلوب حديث، بس يعني ممكن تشوفه كأنه عمران مباني بس جزء منها محطم، يعني ممكن يكون الأحداث في غزة، شفت المباني كيف بعضها باقي منه بس سور واحد أو جدار واحد، بعض الأبنية جدارها نصه واقع ونصه معلق في الثاني، فهي هيك كانت الفكرة يعني. مشارك بعمل يخص الوضع اللي موجود هلأ بمدينة غزة، العدوان الإسرائيلي عليها اللي عم يصير. حبيت عبر عن هذا الوضع الحالي، أحكي عن معاناة الطفل اللي عم بتكون هو الخاسر الأكبر بهالعدوان اللي عم يصير، خسارة الطفل لأهله، خسارة الطفل لأحلامه، خسارة الطفل للطمأنينة والراحة اللي بيكون عايش فيها، وهي دعوة لإنقاذ الأطفال وإنقاذ المدينة وإنقاذ البلد طبعا. يعني أعمال مميزة وجميلة وأيضا تحمل قضية إنسانية، ومن العادات الجميلة والحميدة في قطر تنظيم معارض كثيرة في الموسم الصيفي، يتم تجميع تشكيلات فنية هي حصيلة أعمال كامل الموسم. هذا صحيح، هذا ما قام به جاليري إيوان القصار أيضا، وذلك بإطلاق معرض تشكيلة الصيف بمشاركة الفنان القطري أحمد نوح الذي يشارك أيضا في معرض الصيف 2 بالجمعية القطرية للفنون التشكيلية، وهو ضيفنا أيضا في حلقة اليوم. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. مرحبتين. يعني نشيط على ما يبدو، تشارك في موسمين أو في معرضين لهذا العام، وهي يعني خلاصة ربما الأعمال بشكل عام. هل بالفعل التشكيليون القطريون والمقيمون أيضا في قطر أنشط كثيرا ربما من باقي المثقفين؟ في البداية سعيد بالتواجد معكم بشكل عام في قناة العربية وبشكل خاص في برنامج ضفاف. طبعا كل شيء يكون مبرمج، معرض الجمعية مبرمج وعنده رزنامة يشتغل عليها، مما يسهل عملية الفنان دائما يكون عارف أنه مثلا بعد 3 شهور هناك معرض، فهو يجهز نفسه. بالنسبة لي أنا أريحية، تعطيني أريحية أكثر أن أنا عارف الموعد اللي مسبقا ولا أني أنضغط بالوقت، فكل شيء يكون مبرمج أغلب شيء. وفي الصيف دائما نفس ما قالت الأخت تكون معارض تجميعية أو مقتنيات نفس ما عرض في إيوان القصار. جميل، وهذه فرصة يعني لمجموعة من الفنانين أن يشاركوا أعمالهم في مكان واحد. سيد أحمد، يعني ما الذي شغلك من مواضيع تحديدا خلال هذا الموسم الفني؟ والله المواضيع تختلف، مثلا قبل هذا المعرض كان في معرض كان معرض عن التمور، فكانت اللوحة موجودة عندي قديما، جاء الوقت المناسب أني عرضتها، هي من نواة التمر، وكان الفكرة هي فكرة إسلامية اللي تطرح فكرة التكرار أو السيمترية. دائما في الفن الإسلامي هو التكرار موجود في الفن الإسلامي، فاللوحة كانت التكرار موجود فيها، نواة التمر كررتها بطريقة وفيها روحية إسلامية، مثلا هي الترابط، نواة التمر دائما تكون مترابطة مع بعض بطريقة إسلامية جميلة. فالمواضيع هي تختلف من على حسب، يعني المواضيع تختلف أستاذ أحمد، لكنك على ما يبدو وفي لأسلوبك الفني.
ما الذي يجذبك إلى هذا الأسلوب؟ وهل تجد دائما يعني طرائق للتعبير عبر هذا الأسلوب الذي أنت وفي له؟ أسلوبي أنا دائما اللي معروف فيه حاليا خلال فترة بسيطة، لأن أنا مثلا أول معرض شاركت فيه من 12 سنة 2012 أول معرض، تقريبا الحين صار لي 12 سنة أشارك في معارض. خلال هالمسيرة هاي بداياتي كانت بدايات الواقعية، ثم التجريد، واستخدمت طرق عدة، بس وجدت نفسي أنا أحمد نوح في المكس ميديا أو الخامات المختلفة. لما أنا أشتغل في المكس ميديا أحس أن أنقطع عن العالم، أعيش عالم آخر، أجد نفسي في هذا المكان هذا. وهو لازم الفنان بعد فترة يوجد له خط أو مسار يعرف فيه، فأنت من تشوف اللوحة تعرف أن هذا فلان، ليش؟ لأنه صار عنده طريق أو مسار، حتى من غير ما يوقع اللوحة هذه معروفة أن هذه لوحة فلان. وجميل أنه الفنان يجرب أكثر من شيء لحتى يجد ضالته كما يقولون. صحيح. يعني يجد مكان إبداعه. صحيح. أنا ما درست أكاديميا، بس لما قريت عن الموضوع أكاديميا أنه لابد أن الفنان يبتدي بهذه، بأنه يجرب كل شيء حتى يصل إلى ما هو يبغيه. نعم، لكن أنت أيضا مهتم بالتراث يعني بطريقة غير انطباعية. ما الذي يلهمك في التراث؟ كيف تقدمه في أعمالك؟ أنا شوية أقدمه بأسلوب مختلف غير الواقعية. التراث بالنسبة لي، لأن الفنان هو جزء من هذا المجتمع، يتفاعل معه وعنده رسالة دائما. والتراث بالنسبة لي أو الموروث الشعبي، لابد أن احنا كفنانين ننقله للجيل اللي يجي بعدنا. مثلا في اللوحة الأخيرة اللي شاركت فيها في الجمعية كان اسمها كان يا مكان. يعني الفكرة كانت من أن أمهاتنا وجداتنا لما يقعدون على ماكينة الخياطة كانوا يحتضنون الأبناء والأحفاد، وهي تشتغل على ماكينة الخياطة تسرد هذه القصص من الموروث الشعبي هاي. فأنا ظلت في المخيلة والذاكرة وطرحتها بأسلوب ممكن يكون معاصر أو جديد شوي. جميل. نعم. يعني بدون شك يعني لا يستطيع الفنان أن يكون مفصولا عمليا عن تراثه وهويته. صحيح. ولا يستطيع أن يكون مفصولا أيضا عما يجري يعني في مجتمعه وفي المجتمع العربي بشكل عام. اليوم التشكيليون أيضا يقومون بدور حضاري وبدور نضالي عمليا، خصوصا فيما يتعلق بالتعبير عما يجري في غزة والحرب الهمجية عليها. برأيك كفنان تشكيلي، ما هو الدور يعني المطلوب، أو كيف يقوم الفنان التشكيلي بهذا الدور تعبيريا من خلال لوحاته؟ طبعا دور الفنان ما يكون دور أنه يعطي حلول. الفنان ممكن يسلط الضوء على القضية أو المشكلة اللي موجودة، الحلول طبعا تكون جهات أخرى تختص في الحلول. الفنان دوره أنه يسلط الضوء أو على القضية، هذه القضية الفلسطينية. والجميل مثلا في معرض الجمعية هناك فنانين مثلا أجانب قاموا يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، وأصوات طلعت حتى احنا نشوف الأخبار في نشرات الأخبار وهاي أن في ناس قاموا يتبنون هذه القضية مع أنها مش قضيتهم هم، أو كان تفكيرهم شيء ثاني وحين صار توجههم مع القضية ويأيدون القضية. وهذا جميل. في فنانة كانت مشاركة أجنبية أنا تفاجأت أنها عاملة عمل عن غزة، كان جميل جدا وعجبني، من أجمل الأعمال اللي موجودة في المعرض. نعم، وطبعا يعني هذه واحدة من أدوار الفن أيضا. صحيح. أن يكون صاحب رسالة. وأود أن أعود إلى مسألة التراث وحفظ التراث، أيضا يناط بالفن بأن يكون هو حارس الذاكرة. صحيح. الجمعية. صحيح. وأن أعمال الفنان أن تكون يعني كوثيقة. كيف ترى الفنانين القطريين في هذا المجال تحديدا، خاصة أنه كثير من الفنانين يلجؤون أو يتخصصون دعنا نقول في رسم التراث أو الاستلهام، استلهام أعمالهم الفنية من التراث؟ ممكن ترى في موضوع التراث هناك فنانين كثر تطرقوا لهذا الموضوع، بداية من الرواد حتى الجيل الأخير الموجود حاليا من الفنانين التشكيليين الجداد. دور الفنان انه يتمسك او بالتراث او انه ينقل هذه التراث او الصور اللي موجوده في التراث. عندك يوسف الشريف من الفنانين الرواد التي تطرق للتراث وحفظ التراث بطريقه مثلا من المباني القديمه اللي
ما عادت موجودة، بس احنا شفناها في لوحات يوسف الشريف، وهناك فنانين كثر موجودين من الفنان حسن الملا واحد من الفنانين، أيضا يوسف أحمد في معرض الأخير اللي كان في أثناء كأس العالم تطرق للتراث والمباني القديمة والذاكرة، رجع لنا الذاكرة، فدور الفنان ضروري في هذا الموضوع. فكرة هذا يعني العمل، نحن لا نتحدث فقط عن في هذه المعارض التي أقيمت مؤخرا، ليس فقط عمليا فنانون تشكيليون قطريون لكن مقيمون ومن الخارج، وتحدثت عن تجارب هذا الاشتباك الثقافي والاشتباك التشكيلي بين يعني فنانين من دول عربية أخرى لديهم تجارب ورؤى مختلفة، وأيضا من دول العالم، كيف يستفيد الفنان التشكيلي القطري وكيف ينعكس ذلك على ما يقدم من أعمال تشكيلية برأيك؟ خلينا نتكلم من مش فنان قطري، الفنان المقيم مثلا. نعم. يتأثر بالبيئة اللي موجود فيها. أنت تلاحظ وتشوف فنانين مثلا يجون قطر يتأثرون بالبيئة الموجودة، اللي يرسم سوق واقف ولا اللي يرسم الطير والقنص والمواضيع هذه التراثية القطرية البحتة، فيتأثر فيها. مثلا أنا لما أسافر دولة أو مدينة ثانية بتأثر بالبيئة اللي موجودة هناك، نفس ما صار مع المستشرقين عندما أتوا للدول الشرقية هنا موجودة، تأثروا بالشرق الأوسط ورسموا الشرق الأوسط. نعم جميل، يعني أعمال فنية تستحق يعني المتابعة والمشاهدة، وكما ذكرت قبل الهواء قلت لنا أنها موجودة يعني طيلة الصيف. نعم نعم، وهي دعوة من برنامجكم هذا للجمهور أن يحضر هذه المعارض الجميلة. نعم، جزيل الشكر لوجودك معنا الفنان القطري أحمد نوح، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا دائماً. شكرا 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 نذهب إلى فاصل مشاهدينا، نتوقف لفاصل، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج بفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع معكم محطاتنا الثقافية، ويقدم معرض مشهد أثري تجربة حسية تجمع بين عروض الفيديو الجذابة للمناظر الطبيعية الصحراوية وفن الخط مع مناظر صوتية غامرة مستمدة من التسجيلات الميدانية الصحراوية وغيرها من الأصوات المثيرة. هذا صحيح، المعرض هو حصيلة إقامة فنية بمطافئ مقر الفنانين بالدوحة للفنانة البصرية خزامة الحرمي والفرنسي غيوم غوزاغي، ويستمر حتى شهر أغسطس القادم، وهو عمل تركيبي فني غامر للفنانين، يمزج بين الصورة والصوت ويتعمق في التفاعل بين الطبيعة والمجتمع الحديث. دعونا نشاهد هذه المقاطع التأملية البصرية والصوتية من المعرض. طبعا انا شغلي دائما هو بيز على الذكاء الاصطناعي، فادمج الاي اي مع الارت. الهدف كان من هالعمل ان انا وغيوم جمعنا اور باك جراوندز، طبعا هو مهندس صوت، فحاولنا ان نخلق شيء جديد من يعني شغلنا اللي احنا متعودين عليه. فالمقصد من الشغل كامل هو اتس ا ريكرييشن اوف ذا وورلد. يعني انت لما تدخل هذا العالم كله والاشياء قاعده تصير، ممكن ان انت توقف وتكون مشاهد لحق اللي قاعد يصير في العالم، او لما تروح لين النهايه ممكن ان انت تكون شخص من المؤثر فتغير كل اللي قاعد يصير في الغرفه كلها. حتى الانيميشنز اللي مرسومه طبعا هي لو تشوفها مثلا اشياء تدمج الدوحه، تدمج الخط العربي، تدمج العيون اللي هي احنا كان الهدف بالنسبه لنا ان كان العالم از ويكينج اب وقاعدين يشوفون اللي قاعد يصير في العالم. Donc je travaille le son essentiellement et
أعمل على الصوت أساساً، وعملي يرتكز على المظاهر التي نجدها في الصحراء والنظام البيئي. فالجزء الأكبر من عملي هو الذهاب إلى الصحراء وتجميع الأصوات بالتسجيل والتصوير مع فنانتنا الخزامة، فهي فنانة بصرية ورقمية التي تشتغل أكثر على الجانب الاصطناعي والأنثروبولوجي. ما أردنا القيام به هو لقاء بين ممارستين أين تحدث فضاء تأمليا وتجريديا متقاطعا مع جانب اصطناعي معاصر نعيشه في مجتمعنا اليوم. إذن نحن عملنا مع بعضنا بشكل نضع تجربتنا على نفس المستوى والفكرة، وهي إيجاد أرضية تفاهم وعمل حيث يمكننا التعبير على قاعدة التسجيلات الفيلمية والصوتية أيضا لعملي في الصحراء. لا توجد رسالة معينة، هي فقط تفكير تأملي، والقصة تدور حول التأمل في البيئة والتأمل فيما حولنا، ثم نخلق تشوهات داخله بالاعتماد على جدار، والجدار يكون تفاعليا بشكل عندما نلمسه يهدم البيئة وبالتالي تغيير البيئة التي نحن فيها. إلى بيروت وتحديدا في مسرح مترو المدينة، أحيت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل أمام جمهورها أمسية موسيقية تضمنت باقة واسعة من المختارات اللبنانية والعربية وأيضا من أغانيها الخاصة. المؤلف الموسيقي والعازف اللبناني زياد الأحمدية رافق أميمة الخليل على آلة العود وفي الغناء خلال هذه الأمسية التي حملت اسم بيجمعنا شيء. مشاهد. وحيفا من هنا نادت وأحمد سمي الهدى وبسملت ندمت زعتر البلدي والمنزل. أكيد فلسطين تجمعنا، وفلسطين على طول حاضرة. ولما نقول فلسطين مش لأنه فلسطين ومش لأنه بس جارتنا، لأنه قضية إنسانية، بس أكيد لأن جارتنا هي إذا كان يعني في حرب بمحل نائي بهيدا العالم رح يأثر علينا بشكل غير مباشر، فكيف إذا كان الحرب بقسم من بلدنا وبجارتنا اللي هي فلسطين؟ فحب فلسطين أكيد بيجمعنا. لما العتمة تضوي ليلك سرب على بيتك عسكوت طول بالك شتشت حيلك أزمة بتمرق مش حتموت. نحن حتى لو ببيروت، حتى لو عايشين وعم نروح على شغلنا ومنجي ونعمل حفلة يمكن، بس نحن في قلب الحدث. نحن يومية على التليفونات على الأخبار عم نحاول قد ما فينا نشوف شو فينا نعمل. حتى بالموسيقى نحن لدينا رسالة، يعني حتى بغزة إذا بتذكر بأول الأحداث في فيديو كليبات نزلت من شواطئ غنوا فيها بعتقد يا نسيم الريح للفنان مارسيل خليفة، في ناس على الجيتار عم بتدق وعم بتغني بقلب المجازر. يعني لا أكيد بيجمعنا شيء مع أميمة الخليل ومع أغانيها وذكريات هذه الأغاني. أنا تحديدا يجمعني معها أغنية عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو، هل تذكرين هذه الأغنية؟ أكيد أكيد، يعني وأنت كمان سمعتنا دندنتها قبل قليل. صحيح. إلى كندا مشاهدينا، قدمت فرقة مسرح تياترو العرب الكندية
عرضا مسرحيا بعنوان زمن الوحش على أحد مسارح مدينة تورنتو. العرض تم نسجه بأسلوب الفانتازيا والكوميديا السوداء، يناقش قضايا ومشاكل الساعة المصيرية التي تصيب بلادنا العربية، إلى جانب قضايا تخص المغتربين من الجاليات العربية الذين يعانون مرارة الغربة ومشكلة احتفاظهم بهويتهم العربية في بلاد المهجر. دعونا نشاهد. باختصار يا حضرات، بدأت حكاية مدينتي لما هجمها في ليلة من ليالي وحش ما بيرحمش، وحش أسطوري بشع، بيهدم بيسرق بيجرح بيقتل، بيقتل أي شيء وكل شيء. والمصيبة يا حضرات، المصيبة حبس المية، خنق النهر بإيده، طلع لغاية قمة جبل الخير. رسالة المسرحية يعني فانتازيا مسرحية خيالية مش موجودة الآن، لكن هي من خيال المبدع المؤلف، وهي فيها إسقاطات افهم زي ما بدك. يعني أنت إحنا نحكي عن حقبة لمدينة تاريخية قديمة، وفيها الوحش وكيف بقطع المياه عن الناس، وكيف الناس تتعامل معه، وكيف بحاولوا يصدوا هذا الهجوم تبعه، وفي ناس للأسف تتعامل مع الوحش بدون يعني يبين هذا الكلام. إياك أن تغضب زوجة الشهبندر، إياك أن تغضب امرأة الشهبندر. رسالة المسرحية راقية جدا، اللي هي فكرة ان الوحش هو حاجة طبعا مش ملموسة، حاجة فانتازيا. الوحش ده مش لازم يبقى شايفينه، ممكن يبقى جوانا احنا. هو فكرة اللي انت الدنيا مش هتتظبط ولا تنحل حالها الا لما كل واحد يغير الحاجة الوحشة اللي فيه. وهنشرب مية. بقول لك ايه؟ وهنشرب ميه، هنشرب ميه، هنشرب. اللي اقول لي انت عايز كام؟ كام؟ بقول لك ايه؟ خد المفيد بقى. انا مش هاخد منك ولا دينار. بس بشرط. ايه هو الشرط؟ الميه للناس كلها. اه طبعا، ميه للناس كلها. اياك. لا طبعا. على جميع الاحوال اللي بتحصل في كل حته في العالم، كل واحد هياخد عنده في مكانه، هيشوف مين الوحش في بلده، هيشوف مين الوحش هنا، هيشوف مين الوحش هنا، هو متخيل ايه الوحش. هو كل واحد هيتخيل الموضوع بطريقته وبمزاجه وبدماغه. احنا زي ما احنا بنقول، احنا بنعمل فانتازيا. الفانتازيا المسرحية ملهاش اي علاقة بالواقع. بنحاول نعالج مشاكل، بنحاول نصحي الناس ان هي تبتدي تفوق معانا، وتبتدي ان هي تشتغل، تبتدي تصحى، تبتدي تبص على اللي حواليك. البيع والشراء جائز في كل شيء إلا الشرف والوطن. إلى أنقرة، حيث تستقبل مكتبة الأمة في العاصمة التركية أنقرة نحو 5000 زائر يوميا، وتقدم خدمات متنوعة ومجانية للطلاب والقراء والباحثين أيضا، إضافة إلى توفير المخطوطات النادرة والأرشيف العثماني. المكتبة رشيد التي تم افتتاحها عام 2020 في المجمع الرئاسي تضم ملايين الكتب والأطروحات، وتم بناؤها على الطرازين السلجوقي والعثماني. نتابع معكم. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 20 Şubat. تم افتتاح مكتبة الأمة في المجمع الرئاسي في أنقرة في 20 فبراير 2020. نستقبل القراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بسعة تصل إلى 5000 مقعد على مساحة 125 ألف متر مربع. يوجد في المكتبة أكثر من 2,000,000 كتاب مطبوع وستة ملايين أطروحة إلكترونية، وهناك عدة أقسام وقاعات. أه
يعتشك 70 من يكون نادر السرمز. لدينا ما يقرب 70,000 عمل نادر، بعضها مخطوطات، وفي الوقت نفسه يمكن الاستفادة من قاعدة بيانات رئاسة مؤسسة المخطوطات ورئاسة أرشيف الدولة في مكتبة أعمالنا النادرة. يتراوح عدد الزوار بين 5,000 و7,000 قارئ يوميا. في الواقع وعلى عكس المكتبات الأخرى، ليس لدينا بطاقة مكتبة حيث يمكن لأي شخص الدخول إلى المكتبة ببطاقة الهوية الشخصية، والعضوية مجانية. خدمة الواي فاي متاحة لجميع القراء من أجل الاتصال بالإنترنت داخل المكتبة، إضافة إلى توفير أجهزة الحاسوب للمستخدمين. نوفر خدمات الإعارة والتصوير، كما نقدم المأكولات والمشروبات مجانا لقرائنا، وهذا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. يعني المكتبة عندما تكون مكان فيه كل الإمكانيات، إنترنت متاح، وكما قالت يعني يقدمون مأكولات ومشروبات للقراء. هذا ذكاء مهم جدا أن تحتوي المكتبة على كل ما يتطلب عمليا هذا الجيل الجديد، أن تكون هناك بعض القهوة، بيئة جاذبة. نعم، ومهم جدا ربما هذه التجربة أن تكون بيت ثاني. بالتأكيد وصلنا إلى الختام. نعم. نشيد ختام حلقة اليوم، للأسف ختام حلقة اليوم. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، على أمل اللقاء بكم يوم الأحد القادم. نذكر أن يوم الأحد القادم سيكون موعد عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى، وهي مناسبة لنقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنت بخير، وأنت بخير، وجميع طاقم ضفاف، ولكم أيضا مشاهدينا تابعونا في محطاتنا المختلفة. وهذه تحياتنا وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.